كان الصبية يلعبون ويمرحون غير مبالين بأشعة الشمس الحارقة، غير أن الفتى كان يرقب في لعبه الضوء والظل، وكان دائم التفكر في شروق الشمس وغروبها. عالمنا هو أبو الحسن علاء الدين بن علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاطر. هو أبو الحسن علاء الدين بن إبراهيم المعروف بابن الشاطر، ولد في حدود سنة 707 هجرية الموافقة 1304 ميلادية. طبعاً هو عالم فلكي عربي وولد وعاش في دمشق. هذا يعني أن ابن الشاطر عاش في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي. ولد ابن الشاطر في دمشق عام 704 من الهجرة الموافق لعام 1304 من الميلاد، ونشأ يتيماً حيث توفي والده وهو في السادسة من عمره، فكفله جده وعلمه ورعاه. بدأ نشأة علمية في دار أخواله، وحاول من خلال هذه النشأة أن يكتسب الصفات والمميزات التي تتمتع بها الأسرة التي نشأ فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله منذ الأعوام الأولى وكتاب الله معلمه الأول والآخذ بيده نحو قراءة صفحات الكون المبهم. الرعاية الأسرية بالنسبة للأسر العربية في ذلك الوقت كانت تقتضي بأن يعهد بالشاب في مثل هذه الحالات إلى أسرة يعيش في كنفها ويتعلم القرآن والحديث ويتعلم منها كيفية النظر إلى العلوم المختلفة وكيفية الانخراط في الحياة. أراد جده أن يجعل منه رجلاً يعتمد على نفسه، فأسلمه لابن عم أبيه وزوج خالته ليعمل معه في تطعيم العاج، وهي حرفة تحتاج إلى الدقة والمهارة والذوق الرفيع. وكانت تمهيداً وأساساً لاختراعاته فيما بعد. هذه المرحلة أهلته فيما بعد
لتصنيع الآلات للغرض التي يمكن أن تنفع فيه. والغرض بالنسبة له كان غرض فلكي، لأنه هو أساساً هو راجل مؤقت وفلكي. فدي النقطة المهمة، وده التحول اللي حصل في من مجرد صانع للآلات ومطاعم للآلات إلى آخر إلى مخترع بعد كده للآلات، وهذا ما سوف نرى. في الحقيقة ابن الشاطر نهل شهرة عالمية كبيرة نظراً لاشتهاره بعلم الفلك، فهو منذ البداية كان مؤذناً للمسجد الأموي في مدينة دمشق، بالإضافة إلى أنه كان رئيساً للمؤذنين بهذه المدينة نظراً لشهرته في هذا العالم. ما هو اختيار علم الفلك بيرتبط أساساً، وأول مسلمين ما اشتغلوا في بعلم الفلك أو علم الهيئة كانت المسألة مرتبطة بحاجتين. الحاجة الأولى مواعيد الصلاة وتحديد القبلة وإلى آخر هذا الكلام، والحاجة الثانية حركة الفتوح الإسلامية اللي كان مسؤول عن الحاجتين دولت علم الفلك. المؤذن كانت دي مهنته، وعلشان يعمل هذا الكلام لابد أن تكون له معرفة جيدة بعلم الفلك. كان مؤذنا ومؤقتا وعالم فلك ورياضيات، في عمل في جامع الأموي في دمشق. همته العالية ونفسه الطامحة أبت إلا السماء هدفاً وغرضاً، سواء في أذانه الذي يصعد إليها وحين يرنو بنظره إلى السماء حيث الأفلاك وأبراجها. قضى عالمنا معظم حياته في وظيفة التوقيت ورئاسة المؤذنين في المسجد الأموي بدمشق، ونال شهرة عظيمة بين علماء عصره في المشرق والمغرب كعالم فلكي. ابن الشاطر قام بدراسة هذين العلمين في مصر في القاهرة والإسكندرية، حيث برع في علم الرياضيات وخاصة علمي الحساب والجبر، إلا أنه والهندسة أيضا، إلا أنه اتجه بعد ذلك لدراسة علم الفلك والإبداع فيه نظراً لميوله إلى هذا العلم. الفترة اللي هي سبقت إقامته الدائمة في دمشق كانت فترة تحصيل وفترة التقاء بعلوم أخرى وبلاد أخرى وعلماء آخرين. سافر إلى بغداد وسافر إلى القاهرة وسافر إلى الأسكندرية في تلك الآونة، وسافر ابن الشاطر إلى العديد من البلدان التي أراد أن يحصل منها العلم. كلما سمع عن عالم في مكان أو في بلد من البلدان اتجه إليه ليقرأ عليه ويعرف ما عنده من العلوم ويتناظر معه ويتحاور معه. ولما شب عن الطوق بدأ يخالط العلماء في حلقاتهم العلمية داخل المسجد الأموي أو في ندواتهم المنزلية، حيث ساقه طبعه وميله الفطري نحو العلم إلى دراسة الهيئة والحساب والهندسة. وزار صاحبنا بلداناً كثيرة متتبعاً آثار العلم والعلماء، مقتفياً أماكن المراصد، فاتجه إلى القاهرة والإسكندرية ليعثر فيهما على مبتغاه ويتزود من تلك العلوم ويتبحر فيها. فألم ابن الشاطر بأطراف تلك العلوم نظرية وتطبيقا،
وكانت الدقة من أهم ما يميز شخصيته، فضلاً عن قدرته الفائقة على الابتكار والإبداع. طلب منه الخليفة العثماني مراد الأول الذي حكم الشام في فترة ما بين عامي 761 و791 الهجريين أن يصنف له زيجاً، وكلمة زيج أصلها فارسي وهي تعني الجداول السلطانية، وكانت توضع في محطة مراقبة النجوم. فألف ابن الشاطر زيجاً جديداً ضمنه نظرياته الفلكية. الزيج زيج جديد، وهو زيج كلمة فارسية بالأساس، هي زيج وتعني انسجام الخطوط الطول مع العرض كنسيج، وبالتالي هي معرفة أماكن وجود الكواكب في السماء، الأبعاد بين بعضها ووين موجودة، وبالتالي في أزياج، ومن أهم الأزياج هي الزيج الجديد لابن الشاطر. الزيج ده كان شيء مهم جدا، ليه؟ لأنه ده بتسجل فيه نتائج الأرصاد، وبناه على قواعد رياضية ومنهجية علمية صحيحة، فهو وضع جداول، هذه الجداول تحتوي على حسابات عددية، هذه الحسابات العددية استنتجها من قوانين رياضية اعتمد فيها على خبرته في مجال علم الحساب وفي مجال علم الهندسة بشكل عام. ممكن حد يسأل يقول هو كان في أرصاد وبيقدروا يعملوا أرصاد؟ طبعا كانوا بيعملوا أرصاد طبعا، وبيرصدوا ما هو مستطاع وما هو معروف بالنسبة ومشاهد بالنسبة لهم، وبيسجل في جداول دقيقة جدا. طبعا ابن الشاطر في هذا الزيج ينتقد ابن الهيثم ونصير الدين الطوسي. سبب الانتقاد أن ابن الهيثم ونصير الدين الطوسي عندما درسا كتاب الماجستي لبطليميوس لم يقوما بوضع نظريات بديلة عن النظريات التي انتقدوها. طبعا ابن الشاطر أثار هذه النقطة ووضع في هذا الزيج الجديد نظريات جديدة مبنية على منهجية علمية صحيحة انتقد من خلالها طبعا بطليميوس. في عنده أيضا كتاب نهاية السؤال أو السؤال للتصحيح، وهذا في كثير من النسخ موجودة في العالم. من أهم إنجازات عالمنا تصحيحه لنظرية بطليموس التي كانت ترى خطأً أن الأرض هي مركز الكون، وأن الأجرام السماوية تدور حولها، ولكن ابن الشاطر أثبت أن الأرض والكواكب المتحيرة هي التي تدور حول الشمس بانتظام، وأن القمر يدور حول الأرض، وعلل ذلك بقوله: إذا كانت الأجرام السماوية تسير من الشرق إلى الغرب، وإذا كانت الشمس أحد هذه الكواكب، فلماذا يتغير شروقها وغروبها؟ لذا فإن الأرض والكواكب المتحيرة تدور حول الشمس بانتظام، والقمر يدور حول الأرض. قد قام كما ذكرت بانتقاد الكثير من نظريات بطليميوس في مجال علم الفلك، فمن المعروف أن بطليميوس في كتابه الماجستي كان يشير إلى أن الأرض هي مركز الكون، وأن الكواكب والأجرام بما فيها الشمس تدور حول طبعاً الأرض. كتاب المسطي لبطليموس طبعاً هذا مهم جداً، وهو بلخص كل الفلك اللي قبل بطليموس، ولكن في أخطاء كثيرة تصدى لها العلماء العرب وعلى رأسهم يحيى بن أبي منصور، وأصدر هذا الكتاب كتاب الزيج المأمون الممتحن، امتحن فيه صحة ما جاء عند بطليموس. لكن ابن الشاطر لم يقبل بهذه الفكرة نهائيا، بل أشار إلى أن الشمس هي مركز
النظام الشمسي وأن الكواكب تدور حولها بما فيها طبعا الشمس والقمر. ابن الشاطر هو توج المدرسة التي كانت تهتم بالفلك في مرصد مراغة، ومرصد مراغة في إيران كان من أهم المراصد اللي مثلت المدرسة الشرقية للفلك العربي. غرضنا أن نورد في هذه المقالة هيئة أفلاك الكواكب على الوجه الذي ابتكرناه، وهو السالم من الشكوك الموافق للأرصاد الصحيحة. فإن الأسترلاب وهو آلة فلكية مهمة طورها وعملها العرب، وهي تمثل السماء كسماء، وتمثل 1022 نجمة التي يمكن أن يراها المرء بالعين المجردة، ممكن أن يعمل نتوءات. هذه العلماء العرب بس هني على الأسترلاب تبعه موجودة 22 نتوء، وهذا بلش فيه الصوفي عبد الرحمن الصوفي بشكل رئيسي. الـ 1022 نجمة بيجمعوها بمجموعات إلى بين 18 إلى 22 نتوء بآلة بيسموها العنكبوت أو الشبكية، التي توضع فوق صفيحة الأم للأسترلاب، والصفيحة الأم للأسترلاب هي بالمكان التي صنعت فيه، لأنه في صفائح مختلفة بعدين توضع لكل مدينة صفيحة، فيها خطوط السموت والمقنطرات، وهذه السموت والمقنطرات هي ما يماثل حاليا خطوط الطول والعرض. وضع عالمنا الجليل استرلاباً في منزله، وكان بمقدار نصف أو ثلث ذراع تقريباً، يدور بغير رحن ولا ماء، وهو يستخدم في قياس أوضاع الأجرام السماوية. وقد قال عنه ابن يونس الصفدي وهو من كبار علماء الفلك في عصره: دخلت إلى منزله في شهر رمضان سنة 43 لرؤية الإسترلاب الذي أبدع صنعه ووضعه في قائم حائط في منزله. لا شك أن الشاطر قد استفاد من الذين سبقوه، فهو قد تأثر بهم وأخذ عنهم، ولا شك أن ابن الشاطر قد أثر في الفترة التي كان بها والفترة التي لحق أتت بعده، وقد ظلت كتبه ومقالاته وأبحاثه مرجعاً لعلماء الفلك لفترات طويلة. المزولة والاسترلاب والساعة الشمسية كل دي آلات كانت خاصة بالميقات، بالوقت، كل ده خاص بالوقت، مواعيد الصلاة وإقامات الصلاة وغيرها من النقاط التي تهم الفلكيين. وتصغير للأسترلاب هي الأرباع، والأرباع في عندك الربع العلائي نسبة لابن الشاطر على الدين، والربع الهلالي والربع المجيب، ولكن هو يتميز ابن الشاطر بقوله هو: أنا بدي أعمل آلة تجمع كل ما يقوم به بقية الآلات، وبالتالي زماها الآلة الجامعة. سألت الله العظيم أن يلهمني ابتكار أصول تفي بالمقصود، فوفقني الله تعالى لوضع جامعة الحركات الطولية والعرضية، وقد أوردتها في كتابي تعليق الأرصاد، ولخصتها في كتاب المسمى نهاية سؤال في تصحيح الأصول. من أهم الساعات في الجامع الأموي، ووضعت في إذنة العروس في الجامع الأموي في دمشق، وهناك بعد أن صنعها و جزأها إلى ثلاث أجزاء، ثلاث ساعات: ساعة رئيسية، وساعة في الشمال، وساعة في الجنوب. وتعطي الساعات المعوجة، أي بقسم النهار حسب الوقت إلى 12 وقت متساوي، يعني وبالتالي الساعات غير متساوية، و12 ساعة في الليل،
ويعطي الساعات الأخرى الساعة الشمالية والجنوبية تعطيهم ساعات متساوية. وبالتالي كانت فكرة رئيسية مهمة للبدء بعمل الساعات عند العرب. ابتكر عالمنا الكثير من الآلات والتي امتازت بسهولة التصميم وتلافي التعقيدات التي وجدت في الآلات السابقة والتي تسببت في بعض الأخطاء، فقام بصناعة آلة تعرف بمؤقت الصلاة، وهي تعرف أيضاً بالبسيط أو المزولة الشمسية، يقاس بها الوقت خلال ساعات النهار مبنياً على ظل الشمس، ولم تكن تضبط الوقت إلا عند السادسة مساءً والسادسة صباحاً فقط، فهي تعتمد على الشمس وزاوية انحرافها عن الأفق، أي أن مبدأها يعتمد على الزوايا عوضاً عن الساعة والدقائق والثواني. وقد قام ابن الشاطر بوضعها على منارة العروس في باحة المسجد الأموي الشمالي، ونقش عليها دوائر البروج الاثنتي عشرة. يتوسط هذا اللوح مؤشر نحاسي لمعرفة مواقيت الصلاة في الفصول الأربعة، وقد ثبت هذا المؤشر بشكل عمودي على اللوحة. ابن الشاطر قد لعب دورا كبيرا في تطوير علم الفلك وفي وضع الأسس الرئيسية في هذا العلم، وخاصة النقطة الرئيسية التي أشرت إليها وهي مركزية الشمس للنظام الشمسي. في الحقيقة إن هذا العلم لم يعطى حقه إلى الآن، فهناك الكثير من المقالات الغير محققة والغير مدروسة، بعضها مفقود وبعضها موجود في المكتبات. كافة المراكز البحثية والجامعات المهتمة بتاريخ العلوم عند العرب وبتاريخ علم الفلك أن تقوم بدراسة هذه المخطوطات وتحقيقها لإعطاء الحق لهذا العالم ووضعه في مصافه من بين العلماء الأبزاز العرب. لم يذكر كوبرنيكوس أنه هو استفاد من ابن الشاطر، لكن الدراسات التالية والبحوث التالية أثبتت أنه هو استفاد من ابن الشاطر واطلع على نظرية ابن الشاطر. وفي عام 1393 من الهجرة عثر على مخطوطات عربية في بولندا مسقط رأس كوبرنيكوس، اتضح منها أنه كان ينقل تلك المخطوطات العربية وينسبها إلى نفسه. دي كانت الإضافة المهمة لعالم مسلم مهم وجد في القرن الثامن، لأنه هو ولد 707 كما ذكرت ومات 777 هجرية. في هذه الفترة نقدر نقول أنه القرن الثامن يعرف بقرن ابن الشاطر. توفي عالمنا أبو الحسن علاء الدين ابن علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاطر عن عمر يناهز 71 عاماً، 51 عاماً قضاها في دراسة متأنية وكتابة ما توصل إليه من نتائج واختراعات كانت هي الأساس في النهضة العلمية في علوم الفلك في أوروبا.